مساء الخير على كل المستمعين الأوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح يوميا رفقة الكاتب والباحث في تحليل نفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك دريبي. مساء الخير بروفيسور. مساء النور لسناء، مرحبا لله. بروفيسور، اليوم غادي نرجعوا نتكلموا على علاقه الوالدين بالابناء، وتنعرفوا على انه الوالدين هم اساس كل اسره، والاطفال في جميع المراحل العمريه ديالهم تيبغيو انهم يقتديوا بالوالدين ويشبهوهم، بما انهم يعني اول نموذج كيتعرفوا عليه. ولكن في مجتمعنا المغربي تلقاو بعض الوالدين اللي عندهم بعض التصرفات استبيانيه احيانا كتكون طائشه، يعني ما كتقويش صفه الاب ولا صفه الام تجاه الابناء ديالهم. وتلقاو بعض الاطفال يعني بالرغم السن ديالهم اللي هو صغير عندهم واحد الافكار اللي هي يعني سليمه وتصرفات حكيمه، وكتلقى هذاك الابن ولا ديك الابنه هو اللي تيوجه، هو اللي تينصح الاب ولا الام ديالو، في حين انه خاص يكون العكس. ولا بروفيسور، واش كتشوف على انه العلاقه ما بين الوالدين والابناء هي علاقه مفتوحه، ممكن خاصيه ديال التوجيه والنصح يعني تكون من كلتا الطرفين؟ لا، فوقاش كيمكن تصبح علاقه مفتوحه؟ ملي الشاب والطفل يتجاوز واحد المراحل معينه، الطفل ملي كنشوفو لي كاتر ستاد ديال لو بسيكولوج ليمينون بسيكولوج، ما عرفش بزاف لان مالوغوزمون ما كتبش وما عرفوش به في لا ليتيراتور في لي سيونس هومان. انري فالون ملي كتشوف لي كاتر ستاد دو ديفلوبمون دو لا بيرسوناليتي دو لانفون، راه هو من الاوائل اللي وضع بدايه المراهقه في 11 سنه، هو من الاوائل. اغلبيه كيوضعوها 12 سنه ونصف، هو من الاوائل اللي وضعها في 11 سنه. ف ملي تيكون طفل عنده 7 سنين 8 سنين 9 سنين، هنا راه باقا الشخصيه كتكون، باقي محتاج للرعايه. العقل بالملايير الخليه ديالو كيتعلم بسرعه، تعلم بسرعه. فبحال واحد السياره ما عندكش الهيكل ولكن عندك المحرك، ملي غيطلق المحرك القوه ديالو، السياره ما عندهاش المورتيسور في المستوى، ما عندهاش البنوات في المستوى، ما عندهاش الكاروسري في المستوى، اش كيوقع؟ تصدع. تصدع اللي يقدر يوصل السياره الحديثه بقلاب. فهنا المستوى الفكري ما خصوش يكون هو المستوى المرجعيه، خصنا نمشيو بهم بربعه. علاش كتسمعوا لي كنتكلم هذيك الرباعيه ديال لي كاتر فورس، القوه فورس مونتال انتيليكتويال بسيشيك اسبيريتويال، اربعه. وحده فيهم تخدم غتجر مؤقتا، ولكن باش تمشي وتظن ان انسان وصل طفل ديال 13 عام ينصح مو، نشوفوا بعدا اشنو تيقول علم النفس في هذا الباب. كاين واحد لو سندروم اللي ما هوش اون مالادي، سي بلوتو ان كومبلكس، غير هو تيتسمى سندروم دو بيتر بان. هاد الشخصيه ديال بيتر بان شخصيه ابتدعها لواحد الكاتب انجليزي جيمس ماتيو باري، ومعروفه في الرسومات ديال وولد ديزني ديال الجزيره الخياليه اللي ليماجينير، وتعرفوها الاطفال كاملين، لوندغوا او لي زونفون نو غرونديس جامي، المكان اللي الاطفال ما تيصبحوش كبار. هاد لو دي سندروم، باسكو ريالمون سي با ان سندروم، لا كوميونيتي سيانتيفيك، المجتمع العلمي الطبي في هذا المجال ما كيعترفش به سندروم، ولكن هو في ليتيراتور بسيكاناليتيك كان الف عليه، كتب عليه واحد لو بسيكاناليست امريكا، والكتاب ديالو عطى يعني عرف به وعطى واحد الصدى طيب. ف شنو كيوقع؟ تيقولوا الخبراء بان هذا لو تروبل تيقدر يظهر ما بين 25 و30 سنه. الاعراض ديالو ان الشخص البالغ، اغلبيه اللي كيتصابوا بهم الرجال اكثر من نسبه في النساء، ما كيبقى طفل محصور في جسم ديال واحد كبير، عنده واحد الهاله ديال التوتر والخوف، انستركتور دونغواس فيه، وتيصعب على هذاك الشخص البالغ سواء رجل او امراه باش يبقى في الدور ديالو مسؤول مده طويله، يلاش اي واحد شويه وتاني يلاش.
وتيكون معروف بالصبيانيه ديالو بنوع من الضحك المستمر، هو في الحقيقه راه داخل. فملي كنشوفوا هاد الامور الخبراء اهتموا، واحد البسيكياتر فرونسي اهتم بهاد الظاهره هذه والف عليها. فمن الامور انا مونييل سي ان بسيكياتر فرونسي اللي اهتم بهاد لو سيندروم، لقى بانه هاد الناس تعرضوا في الطفوله ديالهم لي تروماتيزم كبار، او اللي عاشوا في واحد العائله اللي فيها يا اما الاب كان كيطالب بواحد المردوديه معينه عاليه وكان كيخوف ولادو اللي ما عطاش هذيك المردوديه، او لا غياب حضور الاب كموجه. يعني في لي دو بعض من الاسباب دو بول، يا اما واحد الاب مجهد تيطالب بالمردوديه وخص واحد النوبه في واحد العائله، واحد الام كتوصف ليا ان عندها ثلاثه د الاولاد كلهم كيعانيوا من نفس الاضطراب، الكبير متوسط الصغير. الام بوحدها بعفويتها قالت لي راه غريب في داري مع ولادي عندي نفس المرض كيجي لولادي بثلاثه. تما وجهتني هي بهذا الخطاب لزوجها، درت عند زوجها سولته قلت ليه شنو تيعني لك الخطا، قال لي امر مستحيل. قلت ليه شحال كتسمح من مره ولادك يغلطوا، قال لي جوج. قلت لي مبارك مسعود عليك والله اللي خلقتي في دارك. فهاد تصابي الاباء في الفكر الاسلامي الله سبحانه وتعالى كيعطينا عليه، وهنا للاسف ما كنلقاش في، كان من قبل في السلف الصالح كان من قبل، دابا اللي ما كنهتموش بالدراسه البسيكولوجيه ديال الانباء والمعلومات الموجوده في القران. حنا مسلمين كنقدسوا القران، تنوقروا القران، تنحترموا القران، حتى ما بقيناش قادرين ندخلوا نجيبوا المعلومات منه، بحكم واحد الجهه غادي تقول لك تكفيريه، واحد الجهه تقول لك راك غلط، واحد الجهه تقول لك راك ما كتعملش، واحد الجهه يعني. فولا واحد المسلمين تيصليو بكتاب الله تيقراو به وخايفين بعدين، وهو راه سيد علمي قدو قداش خاصه في العلوم الانسانيه. ونعطي مثال، كنلقاو في سوره يوسف في الايه 22 وفي سوره القصص في الايه 14، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله كيتكلم على سيدنا يوسف سورة القصص في آية 14، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. مقصود بها سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. شتي هنا ما لقيتش في التحاليل النفسية علاش قال سيدنا موسى واستوى. سيدنا يوسف ما قالش عليه استوى، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. شنو هي الوظيفه ديال لما؟ ما لقيتش شروحات، ما لقيتش شرح لما ولما، ما لقيتش. سيدنا موسى علاش قال عليه ولما بلغ اشده واستوى؟ ما لقيتش علاش واستوى. ف ما غنوضش نجتهد، عندي قدره باش نجتهد، غادي نخليها لاوقات اخرى. ولكن كنطرح سؤال للعالم الاسلامي والمفكر الاسلامي العربي اللي كيهتم بالدقة والرقة في مجال الفكر، علاش؟ علاش كنحيدوا الآدمية وهو الله سبحانه وتعالى ما زوجش الآدمية؟ سيدنا موسى ملي تكلم معاه خاف، ملي شاف العصا ديالو تهتز كأنها جان خاف، وقال له الله سبحانه وتعالى إنه لا يخاف الذي المرسل. فالله ما رفعش الآدمية على الأنبياء، علاش حنا كنرفعوا الآدمية؟ وفين كيهمنا حنا هذا الأمر؟ شخصيا أنا فين كيهمني؟ أنه إلا خلينا فيهم طابع الآدمية وهما راه عندهم الصيغه ديال العصمه راه كاينه، غادي نعطيو امثله كبرى للشباب ديالنا. فالشباب ما بقاش قادر ياخذ مثال في سيدنا يوسف كيبان له نبي بعيد، ما يقدرش ياخذ مثال في سيدنا موسى كيبان له بعيد، ما يقدرش ياخذ في النبي صلى الله عليه وسلم كيبان له بعيد. اش كياخذ لك كمثال؟ واش هو ياخذ لك في الانترنت شي واحد ولا ياخذ لك؟ اما الا مشينا حتى عاود، وهنا للاسف بعض العلماء وبعض الفقهاء حتى هما مشاو طاحوا في هذيك لا سيستيميك، هذا المجال مجال ديال كذا ما تدويش فيه، هذا مجال كذا ما تدويش فيه، حتى هذاك المجال حتى هو بغي ينحصر. هو الفكر الاسلامي فكر توحيدي، كتهضر في الرياضيات وتمشي تهضر في القران وتهضر في الفكر وتهضر في الطب، حتى واحد تيقول لك مجال.
هذا هو المفكر الإسلامي. هنا فين نقدروا حنا نعطيو بديل في العالم الإنساني، نقدروا نعطيو بديل. ولكن إلا مشينا نسقينا لا سيستميك، ما كنقولوش في التشخيص، كنقولوا في التفكير. أنا ما كنقولوش التشخيص، التشخيص راه خصمو الفتوى هو العالي كيشخص. كتجي مرة كتقول لك درت ودرت وصمت وأنا كان عليا كذا، احنا ما نقدرش نشخصوا، هذاك مجال التشخيص. أما في مجال التفكير، احنا في العالم الإسلامي عندنا مفتوح، دائرة سخكل، دخل تقدر تفكر، دخل. وشكون هو السند ديالك؟ هو شنو كتخرج. الا خرجتي خير عرف راه دخولك راه فيه خير، الا خرجتي خاوي وفاض عرف راه خلاوك تدخل، الا خرجتي شي حاجه فيها مصيبه بعد. والحمد لله انا كندوي على شخصي، من نهار دخلت الفكر با بعن عانتو، جدي بعن عانتو، مدارسي اللي خديت عليها السند عندها بالمئات الالاف السنين، والعلماء الله يرحمهم واللي حيين بالسند الثقيل، وهكاك وتندخلوا بالتواضع وكندخلوا. فياريت ان العلماء المغاربه والعلماء المغاربيين يرجعوا يجبدوا لنا من الامثله اللي كان في القران. فهاد الامثله علاش قال لنا في سوره القصص على سيدنا موسى واستوى لما بلغ اشده واستوى الاشد. العلماء المسلمين عرفتي شحال لقيت كيدويو على الاشد، بداو كيتكلموا عليه من 18 سنه 40 سنه. كاين جهه الصحابه قالوا 18، جهه قالوا 22، جهه قالوا 23. ف سندروم دو بيتر بون تيعطي واحد التفسير، القران الكريم بالفكر الاسلامي كيعطي واحد التفسير. والخطوره باش نجاوب على النقطه اللي جبتي لالا، انه الوليد ولا البنيه سواء عنده 15 ولا 16 وباقي ما خداش الاستقلاليه الفكريه والماديه، راه ماشي غير تقرا وتبدا تنصح في امك وباك، راه خصك تقرا وتستقل من مالهم، ما تبقاش تمد له يدك. يمكن لك ديك الساعه في حاله استقلاليه انك تصاحب باك، تشري ليه حاجه تخرجه معك، اما تاخذ ليه من فلوسه تتاكل من طعامه وتوريه كيفاش يدير، فيها خطوره. انا لكم مستمعينا غادي نمشيو مباشره لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه الا سمحت بروفيسور قبل ما نواصلوا باقي المكالمات. بالنسبه للوالدين يعني علاقه الوالدين بالابناء، كنعرفوا على انه الابناء يعني تيبغيو انهم يكونوا يعني الوالدين هما مثال لهم، ولكن للاسف بعض النماذج كنلقاوها ماشي دائما صالحه، يعني الوالدين ماشي دائما كيكون نموذج صالح ان الوالد يعني الاولاد ولا الابناء انهم يقتديوا به. في اللغه العربيه عندنا تسميه الوالد والوالده والأب والأم. الوالد والوالدة هو اللي النطفة ديالو هي أصل ديال هذاك المعني بالأمر. النطفة ديال الوالد هو اللي سبب في الولادة، والوالدة هي اللي سبب في الولادة. فهاد جوج الصفات، هادو الصفات البيولوجية الفيزيولوجية، ثم غتجي الصفات الثقافية اللي هي الأب والأم. الأب والأم بقينا افكار غير ربيو، وبقينا حوار غير ربيو، وبقينا اسلوب غير ربيو. فالله كيقول لنا على سيدنا عيسى برا بوالدته، ما قالش انا بامه. يعني احنا في الفكر الاسلامي يكون باك ولا امك كيف ما كان، مادام ان النطفه من باك ومن امك تنعطيوها واحد القدر الوقار كبير. ماشي باك يصلي نحترمو، باك يشرب الشرب نعايرو، ما شغلكش، هذاك حقه ديال الابتلاء هزو. الله يحسن العوام تكين بلي بالشراب بلي بالكيف كيزني وانت مالك. واحد النوبة تنقرب واحد المدرسة داخل واحد الشاب تيبكي، قالوا ليه شي دراري شافوا باه مع شي امرأة، وكيقول لينا حنا في المدرسة انا غادي نخرج غنمشي نضربو ونفعل ليه وهذا. واحد لقيت كملت الدرس عيطت لي، قلت لي ولدي بقى معايا واحد شوية. ملي كمل قلت لي بأي صفة غتمشي تخاص مع باه؟ أي صفة اللي خصها تخاص من يمك؟ ولا مشيتي وصلتي هذا الخبر لامك؟ صبحتي قلت ليه من مستوى ديال الناس اللي كيخلقوا المشاكل، حنا قلت ليه الستره، خلي الظروف تكون بي. قال لي باش نصحني، قلت ليه تسلم عليه وتوقره. داز واحد الشهر باه لاحظ بان ولده كيسلم عليه بواحد الادب ما كانش كيسلم عليه من قبل حركه، من قبل كان كيسلم عليه عادي، دابا مع الدري ولا رد البال ولا كيحط الجلاله في تحيه. كي صبحتي الوالد وارضع عليا الوالد ان شاء الله با نكون مرضي مع الراجل. جاتو غريبه هذيك المعامله، تعاود لي هذاك الشاب جا عنده قال لي ولدي واش
وصلاتك شي خبر عليا ولا شتي شي حاجه عليا؟ قال لي لا با. قلت لها ولدي ما كنتيش معايا هكا؟ ويقول لي با نقول لك الحقيقه، هاش وقع هاش وقع ودويت مع واحد الاستاذ وهاش الحوار اللي دار بيني. عمرك تشوف هذاك الابجع عندي القسم؟ وقال لي استاذ راني هاش درت وطحت فورطه وزنيت وكذا وكذا وكذا، ولكن قال لي ولدي زعزعني، قال لي ملي جعلتي ولدي وقرني وانا راه عارف غلط وما كنتش نتقبلهاك، وقال لي راك غلط باك غادي نشعل معاه، ولكن قال لي الله يجزيك بخير. قلت له يا استاذ حنا دورنا شنو هو؟ هو كان تعاملو كيف حنا نبغيو نتعاملو، كنقولوا لولادنا تعاملو كيف حنا نبغيو نتعاملو. انا بنفسي ما رضاش يجي واحد من ولادي ولا من العائله ويجي، غاتجيك صعيبه، ولكن الا لمح لك والا حسس لك فهنا تقبل اكثر. اه شتي صيغه الوقار، الوالد والوالده النطفه هذيك مقدسه، مقام الاحترام الوقار، مقام ثقافه تجاوب. الاب كيربي على كيفاش هو الاسلوب بغى يربي، منين ورثه، منين بدع، منين اجتهد، دائما في الصيغه ديال الصلاح. كيجي ولدك كيرد عليك، فاحنا كنقولوا الحد الادنى المينيموم هو توقر الوالد والوالده لهم النطفه، والحد الاقصى ما عندوش سقف، اجتهدوا قد ما قدرتوا ما دام في الخير. يعني باك قال لك بكلمه طيبه ترد عليه بصفحات، الام قالت لك بكلمه طيبه ترد عليها بصفحات، غلطات رد عليها بصفحات. دابا علاش حنا عندنا مشكل مع الرجل ومرته مع النسيبه؟ علاش عندنا في مشكل؟ لان راه ما كيشوفوش فيها مقام الام، كيشوفوا فيها الشريكه، الزوجه خداته وامه مشاركه فيه مع الزوجه الشريكه. وهنا لا شفتي الشركه شركتي، لا الا انت عندك ثقافه الاب والام، ثقافه الوالد والوالد، تجي هذيك النسيبه ما تدخل. كنبقى نشوف انايا في نسيبتي، تخيل كنمشي نزور نسيبتي دابا ياك، مشي عندهم الدار، مشي عند نسيبه وسيبتي الدار، اش كنشوف فيهم؟ كنشوف مرتي شادين في يدهم كنرضعوها، تخيل شي يوم تيكبوا لك ازدتاي وانا تنشوف هذاك السداري مرتي راه كانت كتخرق فوق هذاك السداري، كنشوف مرتي كتمركبها جداها، كنشوف مرتي كيفاش هذيك السيده فاقت في الليل، شي كيبقى يجيك التاريخ في واحد خمسة دقائق كترجع بسرعة تت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 
انا نسيبهم شادي لي دابا ولادي عندهم والترحي مع الزكاة تجي ولا؟ علاش؟ لان قراءات بدلات. انا سقاتني مي اما كون كانت فيا غير الوالده ما فياش مي ما كانتش غتكون الثقافه. لا الوالده راه كاينه وزادت مي. شنو هي الام؟ شنو هي الام؟ ما عمرها ما كتطلبك دير شي حاجه. عمرك شي ام كتقول لولدها زيدني الفلوس؟ تخيل ما تعطيش لامك، ما تدخلش معاك لامك تقضيه، ما تسلمش عليها في الباب وتطيب لك العشاء وتوكلك وتغطيك. ما تقولش لك علاش ما سلمتيش عليا وليدي ما دخلتي، ما تقولش لك ماك جيتي بيدك خاوين، ما تقولش لك ماك ما صيفطينياش. بارك عليها تشوفك عحدها. شتي مقام الام شحال واعر. شتي الانسان قدروا فمو وقدروا فموات الاخرين. اذا غادي نمشيو مباشره لاستقبال المكالمات الهاتفيه. معنا ميسون من مكناس، اول مكالمه. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. بونسوار. مرحبا لالا. Très heureuse de vous avoir au bout du fil une deuxième fois. Marhaba lala Maïs, marhaba. Il y a à peu près 7 mois, je vous ai contacté au mois de mai. Tabarakallah. Je suis à Maison de Meknès et je vous ai appelé pour deux problèmes. Mm-hmm. Un d'ordre professionnel et l'autre sur le plan personnel. Vous m'avez répondu. Mm-hmm. C'était par rapport à ma mutation en ce qui concerne le jeu. Qu'est-ce que tu as sauté Maïsoun? Allô, vous m'entendez là? Là d'abord je suis... Tfadli, très bien. Alors, il te compte par la dernière fois par rapport à ma vocation, par rapport au journalisme. Et docteur Dribi, vous m'avez conseillé de vous envoyer un email contenant une idée qui mm-hmm. pourrait fonctionner par rapport à une émission. Mm-hmm. Je l'ai fait et j'attends votre retour. Mm-hmm. Et là, je vous contacte pour autre chose. Alors, toujours des questions ordre professionnel et personnel. Mm-hmm. Alors, j'ai trouvé un boulot à Rabat. Mm-hmm. Je travaille il y a à peu près un mois ou mm-hmm. un peu plus. Mm-hmm.
Je suis très satisfaite de mon boulot, c'est pas le journalisme bien entendu, mais je suis satisfaite du salaire, de l'environnement, etc. Alors, ce qui me dérange, c'est que mon supérieur me flatte quand je suis devant elle, et ben elle me dit que je suis compétente, qu'il n'y a pas de problème, alors qu'elle passe un autre message à mes supérieurs. Alors elle donne une très mauvaise image de moi, mes supérieurs et à toute la société. Alors, elle ne sait pas que je sais, parce que j'ai vu ça par hasard et j'ai entendu ça par hasard. Et donc, aujourd'hui, je ne sais pas comment me comporter, parce que, comme je vous ai dit, j'ai une très mauvaise image de moi qui est en train de me bloquer. Donc, je ne sais pas si je dois la confronter, aller lui parler, lui dire, voilà ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, qu'est-ce que tu en penses, ou laisser les choses comme ça et laisser le temps s'en charger. Je ne sais pas du tout comment me... Oui. Je vous conseille de ne pas la confronter. قاي في الديسكريسيون هذه من جهه من جهه اخرى il y a les ragots mais yuqal les ragots et il y a quelqu'un qui vient en face de vous vous dire une vérité d'accord tant que ce sont des ragots ناس كي ينمو تيهضروا تيقولوا هذه طبيعه الانسان طبيعه الانسان المريض القلب d'accord القران الكريم تيقولنا حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض هادو ناس في قلبهم في قلوبهم مرض فما تيلقاوش قد المستوى وقد العرف ديال الشخص فتيتحرقوا شوية ديال الغيرة شوية ديال الحسد شوية ديال النفاق فكل ما هو ديغاغو كل ما هو قيل وقال احنا المسلمين لا نعيره اهتمام لا نعيره اهتمام فغتبقاي انت بالاداب ديالك وبالاناقة ديالك حتى انها تشك واش انت هذاك الشيء كتقوليه في حقها واش حقيقه ولا نفاق داكور غتبقاي في الادب وفي الصواب في المحبه ديالك في الوئام ديالك مرحبا كذا والادب وكل شيء ولا قدر الله شي نهار جات انفتحت قالت لك راه سمعت بانه شي ناس جاوا قالوا لك تنقول عليك ابدا اختي قول لها انا واخا يجي يقولوا لي ما نهتمش داكور شتي واخا تجي حيت راه غادي يوصلوا ليها اصحاب الحسنات العوجين غيجيو يقولوا ليها راه في اخبار باش كيبغيو يتفرجوا كاين شي بعضين كيبغيو يتفرجوا كيكون عندهم السوق خاوي ويجي يقول هذا راه فلان قال فيك وراه فلان راه سمع الاخبار عليك وراه عنده المعلومه عليك باش يجلسوا يتفرجوا انت عارفه بنتي خوي راسك من هذا الموضوع داكور من جهه اخرى ما تكونش يعني خايفه بان القيل والقال المقاولة المغربية والمقاولة الذكية ناس كيعبروها بنتي بالكفاءة تيعبروا بالكفاءة انا واحد النوبة كنشتغل كمستشار واحد المقاولة كبرى والرئيس ديالها عنده عدة مستشارين تيجيو احد رؤساء المصالح وانا جالس معاه في المكتب تيقولوا ليه عام السيره المستشار الفلان ديالك راه تيقول فيك كذا في الاجتماع وراه تيقول واحد الصوره عليك هذا وانا شاد واحد الموضوع وتعاكت كمل الاخر وقال هو تيكتب هكا في الورق ديالو تيكتب كيتصنت قال لهم كنشكركم بارك الله فيكم كنشكركم دار عندي قال لي شنو رايك استاذ قلت له ودي انا هذا الامر هذا ما قال لي شتي قال لي الطريقه باش كنتعامل مع المعلومه انني سمعتها وما سمعتهاش فقال لي النهار اللي ما تبقاش عندي الكفاءه من عند هذوك المستشارين نقول لهم نقول مع الكفاءه اما قال لي ان الكفاءه عندي والمردوديه عندي اللي بغى يقول قلت لي يا استاذ كنهنيك انت رجل صالح فالمقاول والمقاوله الذكيه راه كيشوف المردوديه مردودية يعني شحال كتربحو شحال كتدخل ليه الفلوس غادي يجي واحد ها ويقول لك كذا وكذا وكذا ما تسموش لهضره خصو تشوف الغونطابيل انا عندي مردودية فالله يرضي عليك بنتي ميسون غتهدم بالمردودية وزيادة يعني كلفوك بواحد العمل طلبوا منك دير انجاز ديال 30% فيه ديري قد ما قدرتي ديري 40% ديري 50% ديري 60% ديري واللي نصحك بنتي ميسون ان ملي دير واحد العمل ويجي واحد يتبناه يردو ديالو مثلا مسؤول كبير عليها ولا مسؤوله فوق منها طلبات منها دي واحد العمل دارته
وهذيك السيده اللي فوق منها او ديك السيده اللي فوق منه مشى قدم العمل ديالها على اساس دياله هو اللي قام بالانجاز. ما تقلقش، لان في المقاوله دابا هذا البرنامج اللي انا داوي فيه هذا ديال الدريب هذا ميد راديو، انا عنصر مساهم فيه. عمرك سمعتيني كنقولها؟ لا سلام، عرفتيني برنامج ديالي قاعد ديالنا. فغدا توقع عليه فاطمة الزهراء الجديلي ولا اي مسؤول في الاذاعه بانه عماله، اييه عماله، انا عنصر مساهم فقط عماله. لان لو ما كانش المؤسسه، ما كانش هاد توافق هاد الذكاءات المتعدده، وانت مالك تبع بوحدك تجي تهز الميكرو تهضر دير البرنامج. فاي شخص في المقاوله راه كذلك، راه كاين اللي جاب راس المال، كاين اللي جاب اللوكال، كاين اللي مشى سجل في الناحيه القانونيه مع نصر المشاركه، مشاو 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 جاو خدموك، جاو خدموك. عندك تصيد في العلعله دراسك، جا مسؤول طلع هذا سميتو شغلو هذاك. ذكرني الله يجزيه بخير، ما ذكرنيش ميموار دادريان ديال مارغريت يرسونار. علاش اهتمت هي بادريان؟ استنوا بخو غوما، علاش؟ لانه هو اللي غادي يعاود يعطي الاشعاع ديال روما. هو ادريان شنو دار؟ عنده واحد النظريه هائله ادريان، قال لهم لو سافوار، العلم سي لسكلاف كي لو ديتيان. كانت روما فيها العبيد، ادريان سن واحد القانون، هذا سان نومبرو رومان، سن قانون، اي عبد عنده علم وقدر يقريه يصبح حر. شوفوا الناس في هذاك الوقت كيفاش رفعوا الدوله ديالهم وكيفاش عطاوها قوه عظمه. قال لهم لو سافوار سي لو سكلاف كي ديتيان، علاش؟ لانه كان لو ماتر روما عنده الفلوس ولكن ما كيعرفش ينقش، كيمشي كيجيب عبد كينقش، ما كيعرفش يبني كيمشي يجيب عبد كيبني. فكانوا لي زاركتيكت دي اسكلاف، كانوا لي ماتيماتيسيان في الجيومتري دي اسكلاف، كانوا الناس اللي كيديروا الميديسين دي اسكلاف. هكا بزاف سن هو ادريان هذا القانون، لي اسكلاف دي تيانو سافوار، تقريه لولاد روما تقريهم حر. فولات تعطى ان ستاتيو جديد سو ادريان ديال دي اسكلاف اللي داروا دي زيكول وبداو يقريو ولاد لي روما. هو تنشر العلم، خذوا الحريه هما في ظل من؟ ظل ادريان. شنو دارت مارغريت يرسونار المؤلفه العبقريه؟ لان عاشت هي في حقبه الانحطاط الاوروبي في نهايه 45، شافت الدوزيام كير مونديال، فمشات قالت لهم سيروا كيف ادريان سن هذا القانون باش ربحت اوروبا بلي زيميغري. جابت كاع الاذكياء العالم كلهم ودابا ها هي دايراها اوروبا في 2015 2017، كيرفعوا من السقف ديال العدد ديال ليزيميغري في اوروبا كامله، كلهم طالبين يدخلوا. ولكن شكون داخل؟ طالبين يدخلوا الناس اللي قاريين اللي حاملين الشواهد، العالم العربي حريرتك حريره غيمشيو لك. يوم اللي مشيو لك كريب لهذاك ودير انت لانتريت وسير تشمش ودهن راسك بارقان. ورجعنا لكم مستمعينا، انتم في الاستماع دائما للبرنامج بكل وضوح. مازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. معنا حسنه من الدار البيضاء. الو الو الو، السلام عليكم حسنه. السلام عليكم. مرحبا لاله. صباح الخير. مرحبا، الحمد لله. صراحه الله عندي بزاف لي سوجي، ما كرهتش نجلس حداكم نبقى نهضر معاك. ماشي مرحبا بك. شوف لاله، حنا الهضره معنا راه ماشي هضره، احنا الهضره معنا راه تغيير. الا كان الانسان طينو طين ديالو بقر طبق وفيها الماء وتيقبل انه نغيروا من الحاجه، ديك الساعه كندخلوا في المذاكره. اما لا كانت صلده مجلجه انت تتكلم وهي كتزلق ابدا. مرحبا لاله حسنه، تفضل. هو دي سوجي في نطاق الموضوع اللي عندكم هذا النهار، هو عنده علاقه بلي بارون ديالي. انا اون فيت كنخدم في الدار البيضاء ولكن دوريجين اون اوتر فيل. افكتيفمون بحكم القرايه وبحكم الخدمه ولفت ان سيستم انني عايشه بوحدي في الدار.
مي كيجيو عندي مي بارون بور لي فاكونس بور اون سيمين ولا دو سيمين فوار بلوس كنديرونجا هي اي واحد غيسمعني يقول لك هادي اش كتقول ولكن اون رياليتي حيت كنقولوا مي بارون ما كيحترموش هذيك الخصوصيه ديالي مثلا جوست ان اكزومبل كتجي مامير هي انا مثلا اون اورغانيزاسيون ديال الدار هي ايل كومونس ا موديفي تحيدك تحيد هذه ديرها في هذه كنقول او ديبي سي با غاف مهم سي مي ابخي مثلا كتاخذ ميم لو بلاكار ديال الحوايج كتنزلو كامل و لو غي اورغانيز على حسب هي شنو بغات كنقول مي مامير راني انا راني الا حسيت هكا راني باش نلبس هكا كتقول لي لا بنتي لا خليها بحال هكا او ديبي كنقول ماشي مشكله ولكن ولا ميم شوز كو مون بار لي دو مون بار مي كيجي للدار كيقول لي هو لو شاف ديال لا ميزون اي بخون لا تيليكوموند مثلا في المغرب علاش كيموتوا على هذيك لا تيليكوموند ديال الكلفه تاك يحطك كيتفرج مي كيجي للدار كيقول لي كي دون لي زون انا نتغدى هذا النهار هذيك الحاجه كوم دابا تي بحال في لا ميزون في الاولى ما كنداوش با بور اون سيمين كنقول بون مي كون فابي باس اون سيمين دو سيمين فوا ا موا كان صافي كنعيا كنقول Mais c'est ma maison aussi, c'est chez moi. Si je ne me sens pas confortable chez moi, je dis que je ne suis pas trop. Alors, là, Hassna, le niveau de malaise, chez les Réjalek, Nak Nhari, ou la Tetralki, ou la Houa, le niveau de déstructuration. D'abord, quand on a un Fahdar, il fait la confusion. دي بلاص اي دي فونكسيون يكون ما كاينش واحد الحداد واحد الحد مميز ما بين حاجتي وحاجة خويا ما بين بلاصتي وبلاصة خويا كيكون ناس الفقر وظروف صعيبة ولا قلة العرف ولا فكتكون واحد ان سيغتان بروميسكويتي وكتكون واحد ان سيغتان كونفوزيون هنا كنعيشوا في هاد ليسباس اون ديستركتوراسيون كنعيشوها ملي تي انسان تي مسك عليه الله بفرصة جديدة باش يبني حياته تيمشي وتيحط الامور بقواعدها سالا مونجي في الحمام حمام الفوطه ديال 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 الحمام بوحدها الفوطات الصغيره ديال اليدين بوحدهم الموضع ديال البونتوفا الموضوع ديال كيقاد يستركتور ليسباس ديالو كيحضروا الناس اللي هما والديه وعائلته اللي ما عندهمش عرف لان الامر كله راه كيتمحور حول العرف ماشي حول الاراده راه العرف هو اللي كيربي الاراده ياك قلت البارح ملي دوينا على اونغي فالون تيبدا بالانتيليجونس تيطلع المستوى ديال لي كونيسونس تيكبو بجوج في لا بيرسوناليتي فراه كلشي متمحور على الاول هذاك الذكاء اللي غيجيب لك المعرفه فالوالدين عندهم ساكن واحد الدور بحال واحد النص عطاها لك واحد المخرج في واحد المسرحيه ولا في واحد الفيلم كتعاود واحد النص حفظه لك ما عطاوكش حق الاجتهاد وما بدلوش ليه الدور ما بدلوش شوف السينما الامريكيه في هوليوود علاش هي اللي محتله المرتبه الاولى في السينمات العالميه شنو السبب انهم في فيلم واحد 90 دقيقه تيعطيو ممثل واحد تيلعب ثلاثة أربعة خمسة الأدوار تيلعب لك الدور ديال الطيب وشوية يلعب الدور ديال القبيح وشوية يلعب الدور ديال الشجاع وشوية تيلعب الدور ديال الجبان وشوية تيلعب الدور ديال الضياع وشوية تيلعب الدور ديال الفهم وشوية تيلعب الدور ديال الرجوع وشوية تيلعب الدور ديال رد الفعل ومحبوكي محبوكي كيجيبوا خبراء في كل دور اللي كتشوف مثلا غير فيلم باتمان تفرج باتمان كتحابو فيلم داكسيون سير تفرج فيه مزيان شوفو مزيان ما تلقاش فيلم داكسيون كتلقاه انه مضافر رجل اعمال ناجح عنده ملتي ناسيونال كتلقاه عنده كاريزما كيدير دي زوفر دو شاريتي كتلقاه في الموضه في اللوكس كتلقاه في الفن شويه كتلقاه في التكنولوجي شويه كتلقاه في الرياضه سبورتيف دو نيفو شويه كتلقاه في العداله ما وراء الستار شنو هي العداله ما وراء الستار اين فلسفه تحطت تما هذه 20 سنه تحطت في العالم فكره ديال محاربه الاجرام دون الوصول للمحاكمه
فين باعوا الفكرة؟ عند باطمان تبعت. دابا راه كاين هذه 20 عام وصبحات مصالح أمنية كتمشي كتقوم بعمليات أمنية في مناطق من أمريكا ومن أوروبا ومن دول متى يوصلوا للمحاكمة ولا ها يا باطمان. فهنا للحسنة هذا هو القدر ديالهم، هذا هو الحد الأقصى اللي عرفهم. فدابا لا زولتي ليهم لمك كيفاش ما خليتيهاش تقابل مريو وما خليتيها باش يشتري لكم منذ يحكم، راه ما غيعرفوش يكونوا اب وام، ما غيعرفوش بحالك حيتي لهم الصلاحيه ديالك. فهنا عفا بنتي راه بحال الوليدات الصغار، غادي نقلبوا نعكسوا الايه. لالا حسناء عندها بنيه، بنيه عندها 4 سنين ولا 5 سنين، وانا غنفرج غادي نوريك اش كيديروا الدراري 4 5 سنين. كتسرحي شحال؟ نو 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 جو سي نو 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 ما تقولش ليا، لا لا ما تقولش ليا كنعرف. تخيل 4 5 سنين خليك تعلموا، شنو خصك دير؟ الله واخا معلمه. انا تخيل هكا كنربع يدي معاهم، كنربع يدي وتنحني راسي كنقول ليه واخا معلم يلا وريني وريني العمو وري. تبقى يضحك كي 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 تيقول ليها وراك كتعرف، تنقول ليه لا 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 وريني وريني كيفاش انا نوريك. وتقا وريني انايا بغيت توريني وجيب ليا حلوه. لقاءنا بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح، مازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه. لو سمحت بروفيسور قبل ما نكملوا بالنسبه للحاله ديال حسنة من الدار البيضاء، بروفيسور بغيت نسولك واش هذا التصدع والانزعاج اللي كتعاني منه حسنة يعني من التصرفات ديال والديها واش كيعكس مدى الصعوبه اللي كتعيشها حسنة يعني سواء في الشخصيه ديالها ولا في البنيه النفسيه ديالها؟ هو الماضي ديالنا مؤسس لردود الافعال ديالنا. واحد الشخص تعنف في الماضي غادي يولي كيفرض شخصيته بزاف في الحاضر. واحد الشخص ما تعطات ليش فرصة فين يعبر على شخصيته في الماضي غتلقاه مهيمن على الفضاء في وسط المجموعة، فما تيكون مجموعة كتلقاه هو اللي شاد الكلمة. هو اللي الماضي سوني با دو ديتيرمينيسم في الفلسفة إليا لو كورون ديتيرمينيست في الاناليز نو مي إلا انفلونس تيأثر الماضي تيأثر إلا ما انتبهش ليه الإنسان تأثير كيولي مؤسس. وملي كتصبح الأشياء مؤسسة لها صافي تما صبحت البنية تحطات، البنية يعني البني صبحات حجر. فبالنسبة لينا حنا أنا وقعت لي هذا الأمر شخصيا عشتو. اشتغلت في إحدى المقاولات ملي كنت في أوروبا مع واحد السيدة اللي عنصرية ما كتحبش العرب، فكانت كتسميني لوتر هذاك لوتر. انا ما انا عزيز سميتي وعزيز عليا اصلي وعزيز علي. وديك الساعه كنقوم بعمليه تحليل نفسي، كنتعلم التحليل النفسي. فواحد واحد الحصه لقاني المحلل الله يجزيه بالف خير قال لي يا مالك، قلت لي ودي كذا وكذا وكذا، قال لي ضروري خصها تحملك باش تكون مرتاح. واش حنايا خصنا نتحبوا؟ قال لي المهم اعطي المردوديه اللي عندك وخلي المردوديه يتكلم. وعندك قال لي تهرب من هذه النقطة اللي هربتي منها، قال لي راه ما فهمتي والو في العمل ديالنا. هذاك الأمر عرفتي بلي مخاض فيا واحد عرفتي قنبولة عندي في مصهرني تمشي تطلع وتهبط. واحد النهار قلت أنا بلاتي بلاتي راه نتبع هذا الخط ديالو اش كتوقف عليا؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حامي. وقفت عليه جدودي المسلمين جاو عندي في الليل قالوا لي يلا هاك قرا هادي. نتصبح أول كي غادي ندفع بالتي هي أحسن؟ كيفاش الذي بينك وبين عداوة كأنه ولي، كيفاش غنرد ولي حامي؟ أش درت؟ اعتبرت هذيك العلاقة مع هذيك الوضعية الصعبة بالنسبة لي اعتبرتها ان ريفيلاتور بي اش. من ضمن الأشغال اللي قمت بها ملي كنت في أوروبا كنت كنمشي ننظف البيسين ديال الناس، مشي نغسل البيسين وتعلمت ندير ليكيليبغ ديال البي اش ديال الحموضة ديال الماء بدي برودوي. تعلمت فكنعبروا بواحد لي بروفات وتنقطروا واحد لي برودوي وتيعطينا واحد ليكوي وكنقادو الناس هذا وليت ان اكسبير. ها وانا ناخذ درت الكالك قلت لي هاد السيده هادي في هاد الوضعيه هي الغيفيلاتور بي اش ورد الفعل ديالي شال، دونك انا البي اش تاعي طالع، دونك خصني ندير اديتيف باش نهبط البي اش.
دونك حقيقه خصني نشكرها لان المغربي نيفو البي اش اللي عندي في لانكونسيون. تخيلوا نهز هذه المساله هذه ولا نعرضها على ذاك المحلل بقى كيشوف قال لي واش تسمح لي قال لي نقيد هذا المثال اللي عطيتيني قال لي نقيدو قيدو مشى دار به محاضره وانا حاضر قال لهم كونسيديري لوغسكيل يا ان اوبستاكل كي فوز امبيش ديفولوي كو سيت ان ريفيلاتور دو نيفو دو بي اش دو فوتر انكونسيون بقى كيشوف قال لي اش بعد كادي ورجعنا لكم مستمعينا مازالين كنستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه دائما في برنامج بكل وضوح. تفضل بروفيسور عندك شي اضافه بالنسبه لحسنه باش ناخذوا باقي المكالمات. ما حد هو وهذا الامر راه للاسف راه كثير تيلعب في الطلاق. هذا راه من ضيب اسباب الطلاق انه الانسان كيدير واحد البنيه نوعا ما اصطناعيه باش يبقى ثابت فكيحط هكا واحد النوع من النظم ان سيستيم اورغانيزاسيونيل وللاسف قليل اللي كيعرف الحد ما بين لا ستركتور اورغانيزاسيونيل الى ستركتور اوبسيسيونيل قليل اللي كيعرف الحد. عديد من الناس كيوضعوا هذوك النظم فيق الصباح يفطر بالريتوال يتغدى بالريتوال يشرب بالريتوال يتحرك بالريتوال عندهم مساطير المجتمع المعاصر كيستغل لي باثولوجي باش لصالحه بحال باش تي واحد كيعاني من تروبل اوبسيسيونيل وتعطيه خدمه ديال الكونطابل يتقل لك الخدمه وتقتلو الخدمه. ها هو شتي لا سوسيتي موديرن كت الله يهديهم بعض لي الناس المشرفين على الريكروتمون كيكونوا قارين في لو ستركتور مالين بحال مثلا في لا بنك ويكون عنده لا جيستيون ديال لي دوني ويكون عنده ستركتور اوبسيسيونيل ناري زيد عليها اوبسيسيونيل ويكون عنده تحت منها ستركتور فيها لانغواس لانكسيتي. مثلا واحد تريدر علاش لا دوغي دو في ديال لي تريدر في العالم ما بين 5 سنين و 7 سنين لانه تتبنى على ستركتور بارانوياك كيبقى دائما عنده المعلومه خاصها تخزن معلومه خاصها تعرف معلومه خاصها تاع كيولي شك في امو ريزولتا تيعطي المقاول 50 70 دو ريدفي كيتسال كيتروح راه ما كيربحو بزاف لان دغيا كيتقضى. فدابا لا سوسيتي مودرن علاش انا حيدت العمل ديالي بتاتا ما كنقربش للثيرابي لان لا سوسيتي برودوي لا باثولوجي المجتمعات ولاد الامراض النفسيه نتقدنا مع البحر كي غدير واحد باغي يخوي البحر بكاس شحال قدك بالكاس مالنا الله رحم الله عبدا عرف قدره. فهنا هذه مسألة من المسائل اللي كتعطي في الطلاق كثير ان الناس كيبنيو بنيان وكيعتبروه هو الحل. فاتونسيون فو نبارلي كوم سا عندك تدوي معايا بشكل اخر الا دويتي معايا بشكل اخر غنفجر عليك. الراجل كيقول لمرتو عندك تعاملي معايا بهذا الشكل الا تعاملتي بشكل اخر غنتفرج عليك كيحطوا دي روبير ابسولي. ياك شتي ديك النهار السيده اللي قالت لك الراجل ما كيقدش يمشي للعرس ولا يمشي للعرس ما يقدرش يجلس بالك هذا مسكين تيعاني هذا ما حاطش دي روبير ناري كاين اللي حاطهم. واش عرفتي انا راجلك راه خصك تقول لي السيد مزوج الراجل 15 عام كتقول لي السي ناري نسات شي نهار السي ما قالت السي تيولي السي كيقطع على ظهرها تيولي من شعر نيت. فهنا لا قدرنا اش كتسمى لا سوبليس ملي كتجيب السلاسه منين السلاسه ان الحل كله ماشي في الجماد في السائل خصك تولي ما فالمتحجر هو ولا ثلج صلب كياخذ مواقفه باش يسلك هذاك راه باقي ما عرفش نقاط الانهيار سير واجه نقاط الانهيار. علاش انا كنهار ملي واحد كيعايرني علاش كنهار ملي واحد كينمم فيا علاش كنهار ملي واحد كينقص مني علاش كنهار ملي واحد يقيس لي الماريو ديالي علاش كنهار شي خصو يمشي لهاد النقاط هادي ويقول الحل اللي لقيت راه ماشي حل مثالي هذاك راه حل ديال واحد الوقيته ما كاينش شي حل احسن منه ومشي قلب على حل احسن منه ولو تلقاه مر لان حنا كنبغيو الحل يكون حلو حيت الحل راه فيه الحق ولا راه الحل راه في الميم راه مر. ناخذ مكالمه اخرى معنا عبد الرحيم من الدار البيضاء. الو
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سي عبد الرحيم. كنشكرك استاذ ديفي. لا شكرا على واجب خويا، مرحبا بك اختي سناء. مرحبا سي عبد الرحيم تفضل. استاذ انا ما عرفتش نقول لك. مرحبا بك. انا اتزوج دابا شي دابا مرتي حامله ما بقى لها والو شي لازم. قبل ما ناخذها المهم ملي تعرفت على هذاك الشيء كنت قالت لي غنقول نعاود لك واحد المشكل، قلت لها عاودي، قالت لي راه ملي كنت صغيره راه واحد الدري كان كيجي عندنا دارنا وشاطبني وما قديتش نقول دارنا ما علينا، ماشي قلت لها ماشي مشكل وخديته وداك الشيء، ولكن لقيت عندها واحد المشكله استاذ ما يعني ملي كان يعني ما كتقدرش تعاشرها؟ لا كنعاشرها انا مزيان بخير، ولكن المشكل هي فيها ما كتستعجبش ما المهم بعد نوفاش كتبدا تبكي ما شحال في عمر شحال في عمر الزوجه ديالك ولدي؟ صح عمرها 27 عام. شحال الوقت باش مزوجين؟ دابا 9 شهور غير تزوجت حملات ديريكت. الله وانت شحال في عمرك سي عبد الرحيم؟ 31 سنه. وهاد البكاء اللي لاحظتي وهاد التحصر وهاد الشيء هذا واش نهار تزوجتي ولا حتى حملات؟ لا من النهار الاول هي عندها هاد المشكل. تبغي هي تشوف شي اختصاصي في التتبع النفسي، تبغي تشوف شي واحد؟ دابا كانت كدوز عند واحد الطبيبه قلت لها قوليها لها وهي غتصيفطك عند شي طبيبه ولا شنو، ولكن هذيك الطبيبه عندها شي وحده من جارتهم وداك الشيء قالت لي ما قديتش نقولها لها خفتها تقولها لها. هانت السي عبد الرحيم غادي نردك الاستوندار وخلينا الرقم الهاتف وغادي نتصلوا بك ونعطيوك اسماء ديال الاختصاصيين في التتبع النفسي. هنيئا لك بهذا، هنيئا لك بالحسنه ودي السي عبد الرحيم. شكرا هنيئا لك ولدي. الله يخليك لينا. امين هنيئا لك يا ربي. امين هنيئا لك. نقول لكم استاذ راك عزيز والله العظيم. احبكم الله ورسوله ولدي، احبكم الله ورسوله، احبكم الله. هنيئا لك ولدي الصالح، هنيئا لك يا صالح. السي عبد الرحيم نرجعوك للستوندار، شكرا لك بزاف. هذا رجل صالح، هذا رجل صالح، لان جاب لي ربي الضحيه المعطوبه واسترها وبر بها وهز لها الهم. هنيئا لك السي عبد الرحيم، انت لك نصيب من اسمك، انت عبد الرحيم حق، هذا تجلى فيه سر الرحمه. هنيئا لك ورحمه الله. تيقول لك ولدي عبد الرحيم الله تيقول لنا ويقول لكم إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله الشريف لثنا إلى واحد النوبة سيد عنده ولده ما تيسمعش، مش عليه السمع، كان كيسمع في الصور مش عليه السمع، ضارب ولده العالم بأسره، ما خلاش المغرب، ما خلاش إسبانيا، ما خلاش فرنسا، ما خلاش أوروبا، الاختصاصيين كلهم قالوا لي السمع مشى 90% منه، كيسمع مساكين. هذا الرجل قام بفعل إحسان كبير، كيعاود ليه هو وزوجته شهر رجع السمع للدري. هذوك الخبراء اللي شافوا كانوا تيقولوا في التقرير عمر السمع ما يرجع. قال لي واحد النوبه ولدنا تيعيط لينا في التليفون وقال لي وحنا ما رديناش البال دابا معنا الدري في التليفون. قالت لي ما ولي واش كتسمعني؟ يا ماما كنسمع. ملي مشاو قلبوا لقاو السمع رجع، رحمة الله قريب من المحسنين. فهنيئا لك ودي السي عبد الرحيم. هاد الناس بحال عبد الرحيم، هاد بحال هاد السيد هذا، والله هما اللي كيزرعوا فينا يجدوا فينا الايمان. راه شتي عندك وتحابوا راه حنا اللي تنوريو، راه هما تيوريونا، راه حنا غامرايا. شتي انا راه غامرايا، شاد واحد المرايا وكنمسح فيها وكنهزها بحال هكا. كيجي واحد كنعطيها ليه، نوري المغاربه خيرهم، نوري المغاربه بعضنا البعض خيرهم، هاك 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 مرايا، هاك مرايا، هاك مرايا. كيجي هو اش خد بول انت اش توري، عارف كل شيء، عطاه ربي الايمان، عطاه الاحسان. هنيئا له. هذيك الدرويشه نصيحتي ليه، حنا غنعطوه السميه ديال اطباء نفسانيين اللي احتاجت هذا على حسب الحاله. دائما شتي لاله، كاين واحد الدواء ما بحالو دواء، هي المحبه. شتي تحب واحد بالصفه تحبو بالصفه، ترى عجبه.
نوصلوا باقي المكالمات معنا حجبة من دار بيضاء دائما. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا حجبه اول انا عرفان بالكم من الصباح، انا مضاربه مع التليفون باش يشد وهذا التليفون مضاربه ما نغلبوا عليه معاك. لك راك الدكتور في غد لك درتي لي فواحد الخطيب ما نقولكش، راسي سجل لي جميع الحلقات اللي تيدوزو خصم ليا. تبارك الله. مرحبا. والله العظيم انا لما كنت تصنت البرنامج بلاك ولكن خطيبي تصنت البرامج، تصنت واحد البرنامج بلاك واحد الحلقه سجل عليا كلها. كلها سجلها صيفطها لك. ولكن بالسلبيه ولا ايجابيه ما عرفتش، ولكن المراه ما خصهاش تقلب التليفون راجلها. اييه. اييه سيدنا رسول الله توصينا لا تجسسوا. راه دابا تيسمع راجلي، دابا تيسمع البرنامج، هو متبع البرنامج ديالو كلهم قال لي. ولكن قول لي ما خصكش تعزل على حلقه وحده. ما انا راجلي ما عرفتش، انا يمكن انا خطيبي يمكن شي مره تنتلاقى بحال هكا تنقلب التليفون في هذا البلان هذا. ولكن قول لخطيبك قال لك الدريبي ما خصكش تعزل. قول لي دوي معانا ودوي علينا والا جايه غتسجل ديال ديالها هي الحلقه ديالها هي. الدكتور قال ما بقيت عارفه واش راجلي عنده الحق ولا يمكن انا غلطه، ولكن هو تيسجل لي جميع الحلقات وتيسطم لي تيقول لي اسمع. ولكن شوف الا حجيبه شوف وتي غلطي فيه وتي غلطي فيه. لا لا شتي هذاك الغلطه ديال اهل المحبه راه حلوه هذاك وتسحابو شي هذاك. ولكن دابا تلقاها الدكتور مسلكاه ديال ما تقلبش، قال لك قال الدكتور كريم. لا هو عندها الحق. شوف لا لا شوف كاين شي حويجات. ولكن انا من غير ليه من الحب اللي تنبغيه يمكن ما تنبغي نكتشف، ربما في بعض الاحيان ما تنبغيش نكتشف. شوف بنتي حجيبه شوف. نعم سيدي. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إلى كان الله سبحانه وتعالى ولي وليك ولي المؤمنين. احنا تنعسوا والله ما كينعش، احنا تنسهى والله ما كيسهاش، احنا كان مرضو تنخافوا الله القوي المتين. اذا لك الله تيرعاني ويرعاك. بقيتي هزه الهم لشي حاجه؟ بقيتي هزه الهم؟ سيدي ما هزتش الهم، ولكن هو تيغلبني بعض الاحيان تيقول لي شي حوايج انا ما ينكس انا ما انا تنبغيه يمكن انا نعرف شي حوايج. قول بحالاش. ولكن هو من حق ما من حقش عاوتاني يدير شي حوايج انا اللي يقلقوني، يمكن انا ما من حقش نقلب، ولكن شتي حوايج ممكن نهضر ولا نبقى ساكته بنظر. لا هضري قال لك تسكتي، لا سكتوا انتم النساء غطردقوا ما تسكتوش. حيت حنا كنعرفوا بعضياتنا او المراه المغربيه تسكت ما كايناش. الدكتور قلت له انا غنعيط للدكتور وغنقول له هادشي اللي وقع. لا ما تسكتيش، علاش تسكتي؟ هو شكون اللي كيقدر يسكت ابنتي؟ شكون اللي كيقدر يسكت؟ يمكن انا عاوتاني ما نكذبش، انا بالحب اللي زين حس من جيتو تنبغي. شحال في عمرك حجيبه؟ شحال في عمرك؟ انا عندي 23 عام. غادي بدا تسكتي مع 35. بقى عندك واحد 10 سنين الهضره. هضري دابا هضري هضري. انا 35 عام وعقلي وعقلي وقول لك الدريبي. انا ذكر فيا واحد الطبع خايب اللي داك الشيء اللي تنعرفو تنقول ما تنعرفش نخبي داك الشيء تنعرف. شوف غير عقلي حجيبه ردي عليا. 35 غتعودي تقولي بالعبار. طبعا الحال حياتنا يلاه بدات، يلاه بغينا نوجه حياتنا يلاه بدينا فيها وان شاء الله يلاه في المستقبل. الحديد باقي جديد راه كيدير صداع في الفران، ملي كيفران يطول يبقى جديد. انا يمكن نحب اللي تنبغيه وداك الشيء تنخاف، مثلا انا ما تنبغيش نقلقه في نفس الوقت تنخاف من نقلقه. دابا شتي في نفس الوقت راه ذكيه العفريته. عرفتي شحال من مره عودت الحب اللي كنبغي حيت عارفه كيسمع كدير ليه الاشهار كتصيفطها ليه. شتي انا خدمت معك دابا دخلت معك في دعم كتصيفطيها ليه. الحب اللي تنبغيه كنرقد به، الحب اللي كنبغيه كنرقدك به، وملي رقدك به تخليني نركب عليك وندير لك السريج هاو تحلحني هاو تزيدي هاو والله لو وقفتي مع فريد. مرحبا بالسلامه. الله يوفقك حجيبه، نتمنى الله يكمل عليكم بالخير. هذه هي البدايه دائما الفتره ديال الخطوبه كيكون فيها دابا حيت دابا هما هذه الفتنه النساء، النساء تعطيكم الله واحد النساء تعطيكم الله واحد الخفه في السرعه الفهم والسرعه ديال تركيب الجمله والدقه في تركيب الجمله راه هائله. انا ملي كتبرك حدايا شي مراه دواقه كنعرفها من جملتها، عاد تركب جمله كندير طن كنهز عيني فاس نقول لها قشعتك. دابا هي ملي دارتها قلت انا في الاول غنخليها دوزها شويه الثانيه قلت لها غندخل على الخط. معنا
إذن نواصل دائما برنامج بكل وضوح رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس بروفيسور مامون مبارك الدريبي. كتعجبني هاد إذن إذ قال ربك إذ راك عندك واحد الذكاء خطير أنت من ناحية اللغوية. إذ كتعني في التفسير اللغوي المباغت المباغتة. دابا عرفتي إذن وعرفتي وكتسالي بالنون هي راه فيها واحد النون مدغمة إذن برافو شي نهار نحل ندخل للتحليل ديال هادي مرحبا. ناخذ ندى معنا مكالمة من فرنسا. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله لاله. مساء الخير. بونسوار. بونسوار لاله مرحبا بك. كيدايرين لاباس عليكم؟ واش عارفة معنى هذا الاسم ديالك لاله؟ ندى. الندى زيد كيعني الندى. الندى هو داك الندى اللي كنلقاو في الصباح بكري. دوك القطرات اللي كنلقاوهم في الصباح بكري. وعندها معنى اخر. عندها معنى اخر. شنو هو؟ خلي تنذكروا وندخلوا لك في وسط المذاكره غادي يخرج. مرحبا بك. مرحبا بك. تفضلي. بارك الله فيك. ميرسي. سيتي جوست بور فو دوموندي على لانفيديليتي. بحالاش؟ با لانفيديليتي عند الشيلوم. C'est-à-dire, vous l'interrogation du point de vue philosophique ou là du point de vue réel. Philosophique, tout. Et comment on arrive à dépasser, c'est parce que là, j'arrive pas à digérer, j'arrive pas à accepter. Alors. Il faut rester vigilant au niveau de l'impact de l'expression sur l'orientation ou la désorientation du sens. D'accord. Mais lorsque, lorsque vous construisez une phrase, oui. La phrase va créer une polarisation au sens. Par exemple, lorsque vous parlez de la fidélité ou l'infidélité. Là, je parle de l'infidélité. Oui, j'ai élargi les deux pôles. Tout l'intervalle. Lorsque nous disons à quelqu'un « tu es infidèle », il est infidèle à qui ? À sa femme. À sa femme. Hna, c'est une construction occidentale. D'accord. Elle construit, l'Occident construit actuellement, autrefois il construisait autrement, maintenant l'Occident construit uniquement au niveau des humains et des relations. Mabqach endo des idéaux. Là où les idéaux, c'est mal vu, c'est même régressif. Or, nous, dans la pensée musulmane, nous n'avons pas cette notion. Nous avons la notion de droiture. D'accord. Vis-à-vis de Dieu. Oui, exactement. Oui. Et si l'homme est droit vis-à-vis de Dieu, il va être droit vis-à-vis de tout le reste. Donc, si on analyse le sujet du point de vue fidèle et infidèle, nous n'avons pas posé le problème sous un axiome. Nous n'avons pas posé le problème sous des corollaires. Nous sommes dans un déroulement d'un programme binaire entre homme H et F dans un rapport. Dans un rapport de quoi ? D'ambivalence et de force. Et lorsqu'il y a rapport d'ambivalence et de force, il va y avoir collision, il va y avoir déstabilisation. Donc, le fait de poser le problème en termes d'infidèle fausse déjà la réponse parce que va le situer dans un rapport petit, A vers B. Hna, dans le fikr islamique, là, ma عندناش تيخون زوجته ولا تتخون زوجها. حنا كنربيو على الاستقامه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، جا عنده واحد العربي قال يا رسول الله بغى يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم. لان سمع النبي صلى الله عليه وسلم كيقول انه الله اتاه بجامع الكلم، لو كوندونسي دو لانجاج. كان تيقدر يقول جوج كلمات القرآن كله. فبغى يمتحنوا هذا الأعرابي، كانوا ذكيين ديك الساعة. قال لي يا رسول الله بغيت ناخذ من عندك واحد جوج كلمات ما نسول حد عليه من وراك ونبقى عليهم حتى نلقى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تؤمن بالله وتستقيم. عرفتي؟ أعطاه القرآن كله، أعطاه الدين الإسلامي كله. الإيمان وسير قلب على العقيدة الإيمان وكيفاش الأركان ديالو وشنو هي الفرائض ديالو والسنن ديالو وكذا 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 وكذا. والاستقامة هي المعاملة. معاملة. استقم. فهنا هذاك الشيء قلت لها واش بغيتيها من الناحيه الواقعيه من الناحيه الفكريه، انه نربيو بعضنا البعض على الاستقامه، على حب خشيه الله، حب ماشي خوف.
اش قبيله كنقول لكم راه الفكر الاسلامي عندنا امثله. ما خصناش نجردوا الانبياء والسيره الانبياء ما نجردوهاش من الادميه، خصها تبقى باش كيبقاو هما راه كانوا كيمشوا في السوق تيبيعوا يشريوا مع الناس، كانوا كيبيعوا الخضره، كانوا كيتسلفوا من عندهم، كانوا الناس فعلاش حنا غير نحطوهم يعني واحد المثال بعيد؟ هو راه كان وسط الشعب، النبي راه كان كيمشي في الاسواق، راه كان دراوش كيلبس صندله نعاله، راه قلي في الانبياء اللي كانوا اغنياء، الانبياء كلهم كانوا دراوش فقراء. فملي تعطيه الادميه جعلتي المواطن، جعلتي الشاب والشابه ملي يمشي يقرا السيره ديال الانبياء تيحس بانه هذاك النبي تواعش تواعش الشك. تخيل ملي كيقول سيدنا ابراهيم ارني كيف تحيي الموتى، هذه ماشي ادميه هذه؟ ورد عليه الله سبحانه وتعالى الم تؤمن بعد ابراهيم؟ قال بلى اطمئن قلبي. اذا واحد الشاب ملي تيجي يقول لك انا حسيت براسي ما بقيتش مؤمن، انا حسيت براسي ما بقاتش عندي حب الوطن المغربي، انا حسيت براسي ما كيعني لي والو الله الوطن المالك، ما كتعني لي والو هذا الشعار، غادي نقولوا ليه انت ما كت انت ناقص انت كت لا، غنقول له ودي راه وقعات. هذا السؤال اللي انت سولتيه راه ها هو سولو سيدنا ابراهيم، راه عاشوا سيدنا يوسف، راه عاشوا سيدنا موسى، راه عاشت عاشوا باك عشتوا هنا. ما خصناش نحرموا ناس من يعيشوا الحال بحقيقه، ولينا حتى ناس حالهم كيمنع نفسه يحسوا. وانا حاس ياك ديك النهار دوا معنا السي سمير ياك عقلتي في المكالمه، انا عليا ديون وانا كذا وانا المغرب ما دار لي والو. لا وهو عاود عيط وهو المغرب كيدير ليه. اذا كون ما خليناش يقول راه المغرب ما دار ليه والو، هذا احساسه ماشي حقيقه، احساسه في واحد الظرف هي راه جيت تقلب راه حتى بلاد ما دارت الولاد شي حاجه. نسبيا كاين جواب ونسبيا كاين نقص. اش كنشوفوا؟ كنشوفوا العزيمه. دابا حنا مغاربه ملي نعم عندنا الله ملكنا محمد السادس الله ينصره ويحفظه، على ما عارفين دابا حنا النيه ديالو، مغاربه كلهم عارفين النيه ديال الملك، باغي الخير لكل مواطن، كيتعب وتيكد بالمعارف ديالو بوقته بجهده باش يوصل للمغاربه، وعارفين المغاربه بان كاينين ناس وسط المغرب باغين غا يستافدوا. ما شغلوش هو واش تصلح الوضعيه ولا ما تصلحش الوضعيه، ما شغلوش هو واش يتزادوا المستشفيات وما يتزادوش المستشفيات، ما شغلو حتى في حاجه، كيعرفوا المغرب. علاش المغاربه صابرين على الفقر؟ علاش صابرين على قله الحاجه؟ علاش؟ لان كيعرفوا هذاك ابتلاء. هذو راه مؤمنين هما المغاربه، باش كتعرف المغاربه راه ايمانهم ثقيل، شعوب اخرين ناضوا شعوب العافا بعضياتهم، مغاربه لا تيعرفوا هذاك الصبر ابتلاء، تيقول لك انا ابتلاني بهاد الظالمين اللي كاينين، ابتلاني بهاد المنافقين، ابتلاني بهاد كذا وبهاد ابتلاني. وهنا ان يعلم الله في قلوبكم خير هكا تنازله يعطيكم خير. فكذلك بالنسبه للاستقامه، المجتمع الغربي عنده أجوبة ديالو، لا انفيداليتي وغادي يمشيو يحلوا شناهي، حنا راه عندنا الأجوبة بحالهم، حتى حنا نعرفوا ونجاوبوا سوغ لا تكنيسيتي ولا سيستيميك بالديتاي بحالهم بالدقة. وفين زايدين حنا؟ وزايدين العنعان الفوق، كطلع عمرك تشوف واحد الجامعة أمريكية كنعرف فيها طالب مغربي جا عنده الناس الرئاسة الجامعة قالوا لي بغيناكم تعودوا ديروا ليالي السماع في الجامعة الامريكي بحال اللي كديروا في المغرب. عطاو اذن عطاو قاعه ويجمع لي زاميريكان ويجمع المسلمين ويديروا السبع بحال اللي كنديروا في المغرب، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والمدح. ناض هو باش يسول قال لهم علاش عطيتونا الاذن؟ قالوا ليهم الاسلام ديالكم كيجعل الطلبه ما ينتحروش، كيجعل الطلبه ما يمشيوش للكيف، كيجعل الطلبه يبداو يستقموا، احنا بغيناكم تعطيو هذه الثقافه لاولادنا. قال لي عندي ورقه مكتوبه كتاذن لي، قال لي نمشي في الحرم الجامعي وندير ليالي السماع وتحضروا لي زاميريكا وحضروا كذا وحضروا كذا. قلت له ودي هنيئا لك وهنيئا لنا الحمد لله. معنا ايمان من الدار البيضاء. الو 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 ايمان. الو الو ايمان.
مرحبا لالا. مرحبا لالا. كنشكرك يا سي دامون دريبي. بارك الله فيك، مرحبا بك اختي. بخير. احبك الله ورسوله. دكتور ايمان دكتور ما كنسمعوكش مزيانه ايمان. ايمان انا عندي 53 عام. تبارك الله. 53 عام، عندي ثلاثه الوليدات الحمد لله كلشي قريتهم. تبارك الله. واحد صحافي واحد المهم كلشي الحمد لله تبارك الله. انا متخرجه عندي دبلوم عالي. المشكل اللي عندي دكتور انني راجلي حبيته نهار الاول وبين العش ديالو وكانت عايشه معايا مو من نهار تزوجت به وبقيت بقينا يقولنا ما كنتش كنحب فيه انه كيخرج بزاف الليل وما كيعطينيش حقي في الحياه الزوجيه وداكشي كنشكي على مو كنقول لها اللي كاين اللي كاين كتقول لك كتقول لك اش بغيتي انا منزاك انا هادي انا هادي انا ما كنبان لي داكشي عادي المهم اشتغلت بالخدمه ديالي بوليداتي وداكشي وكنحاول كانوا مشاكل مشاكل كثيره بزاف وكنتغاضى عليها على الولاد دابا ملي كبروا الولاد وداكشي هو بانت الخيانه الزوجيه وكتغاضى على السنين هادي دابا داكشي كثر بزاف 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 المشكل انا بيناتنا الدار شريتها بفلوس هي كسبت لينا مغاتشي الوغ ما عطيتها ريال ما كان يصرف ما والو بيغ ولندن قال لي صافي انا صافي ولا بخير ولا خير انا بغيت نطلق ما بقيتش بغيتك هاد المصطلح يا دكتور وانا فواحد الكلام باس دابا ما عرفتش كيفاش غادي نتعامل واش نفسك هاد العش نقول لي تاكوخ وما خيتش طويلة انا حاولت دابا هو واش غير قال هذا الكلام ديال الطلاق ولا 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 قرر انه توصل القضية للمحامي وتوصل القضية للمحكمة؟ لا قال لك انا قرر حيت واحد النهار قال لي بغيت نبيع الدار. انا الدار عايشة في بازا مع ولادي بناتي باقي ما تزوجوش وداك الشيء انا قلت لي لا قال لي انا بغيت لا مازال ما وصلناش للطلاق عاد قرر هو قرر انه يبيع الدار وياخذ النص ديال الفلوس ديالو المهم انا وضربني قلت لي لا ضربني ضربني واحد الضربه اون اغريسيون لراسي ودابا انا في جو سوف دو دولور دو ميغرين انا حيره ما عرفتش كيفاش نتصرف لا حول ولا قوة الا بالله. واخا اختي ايمان نعطيك رأي في هذا الموضوع. واخا اختي ايمان مرحبا بك. الله يبارك فيك اختي مرحبا. إنا لله وإنا إليه راجعون. لالا ايمان الله يجزيك بخير بغيتك تصبر معايا لأن نواسي بعضنا البعض هذا راه سهل. ننصحوا بعضنا البعض وانا شخصيا اختاريت هذا الطريق هادي انه كيكون واحد الحجاب ما بين الشخص والموضوع ديالو هذاك الحجاب هو طريقه باش هو تيتصور الحقيقه ديال الموضوع كيكون حجاب وانا والحمد لله عطاني ربي واحد القدره كنمزق هذاك الحجاب الله يجازيك بخير لالا ايمان بغيتك تصبر معايا الله يرحم والديك راه كيف قلت لك المواسات راه سهله اننا نقولوا وما هذا منكر اللهم ان هذا منكر ماشي معقول المواسات راه سهله لو كانت في واحد السن بقى صغيره كنت غادي نمشي للتفاعل العاطفي باش نستقطب الغضب ونستقطب الحقد هنا السيده 53 عام يعني خاطره وشارب عقلها دابا اشنو هو السبب اللي غيجعل واحد المرأة تحب واحد الرجل وواحد الرجل يحب واحد المرأة واش الخوف او لا صيغة المتعة كاين رجل كيدخل دارو حيت مرتو تقدر تمشي تدعيه وتاخذ طلاق وتاخذ ليه طرف من الصالير ديالو
فتيدخل الدار مخلوع خايف. كاين مرا طلقات الطلاق الاول وطلقات الطلاق الثاني وراجلها تيقول لها تعاودي ديري معايا وكنطلقك وهي مخلوعه تعاود طلق الطلاق الثالث. ما عمر الخوف ما كيربي العروق بمجرد ما يتقوى هذاك شريك حياتك يغيزك لانك يعني تيخالعو صافي تقوى. اذا هنا راه غا الحمق ولد الحمقه ولد عم المجنون اللي غادي يمشي يبني واحد العائله واحد الزواج على الخوف. اما العقل كنرجعوا للادبيه كنرجعوا لهذاك المحفز الادمي في بنادم على الزواج. على شنو هو اللي يجعل الراجل يقول لامه ويقول لاخته باغي نتزوج؟ على شنو هو اللي كيجعل المراه تقبل تزوج في الادميه؟ هو النكاح، هو الطعام، الدغيمه، القيمه، الكليمه، الفراش. فالله خلق فينا في جسمنا اعطانا اجهزه كتعطينا المتعه. طعمنا في الجسم كاين متعه الموسيقى، كاين متعه قراءه الكتب، كاين متعه ديال الطعام، ولكن ما كتعوضكش متعه النكاح، ما كتبقى هي في القمه. الله خلق فينا هو خلقنا هكا، هو صنعته الالهيه في واسع الحكمه ديالو دارها. اذا ملي واحد المراه كتقرر تدبب الامر وتهز الحمل على ود الاولاد تيكبروا، سؤال فهذاك 10 سنين ولا 20 عام اللي كتندب الحمل كيفاش كانت صيغه المتعه؟ كانت ولا ما كانتش؟ ما كانتش، لان شكون اللي تيقدر يلعب الادوار؟ راه هو الذكي، راه ماشي منافق، هو كيلعب دور هنا ويلعب دور هنا ويلعب دور هنا. فإما خاصني نكتسب هذاك الذكاء يا إما نزيد في حالي، لأن لا بقيتي حدا واحد الشخص في واحد العلاقة زوجية وما كيناش بيناتكم صيغة المتعة، راه البنية الآدمية اللي في الشخص مع ذلك كان من الصالحين. الصالحين تيقول لك آه ربي بغى يصومني، سيدي ربي بغى يجربني، وما نصبرش. هذوك الصالحين شحال عددهم؟ مقامهم ترجاوها الأنبياء. الأنبياء على رأسهم سيدنا إبراهيم كيقول في الدعاء وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. علاش الأنبياء كيطلبوا مقام عباد الله الصالحين؟ وعرفتوا أحبابي شكون هما عباد الله الصالحين؟ هما المسلمين. المسلمين مسلمين برومي شوا، مسلمين راس السوق، المسلمين الحرار، المسلمين اللي يخافوا الله في الصغيرة وفي الكبيرة، المسلمين اللي حب سيدنا رسول الله مقطر لهم في القلب، المسلمين اللي عندهم حب أمير المؤمنين في الدم، المسلمين اللي عندهم حب الوطن في الدم، المسلمين اللي عندهم خشية الله في الدم، هذوك راهما الصالحين. أعطاهم الله سمية مستورة، سميتهم الصالحين راه معنيين بها هما. فهنا لالا إيمان باقي بيدك الساروت. شنو هو الساروت؟ ونساي الدار، ونساي نص ديال الدار، ونساي شنو طرا، ونساي اللي تيطرا، ونساي اللي جاي. واش تقدري هاد السيد هذا اللي هو الاب ديال وليداتك اللي هو وقع اللي وقع؟ ما كندويش انا على على على, على, على الخبيث، انا باغي ندخلها في باب استدراج. استدراج اللي تيعطي لا مانيبيولاسيون. عمرك كتشوف كتشد تيليكوموند واحد اديستونس بحال هكا اديستونس، كتدخل في واحد كتسكنو، مرا كتسكن راجلها بالحب. انه لسحر، انه لسحر، ولكن ماشي سحر الشعوذه، هذا سحر العارفين. لسيدنا رسول الله قال والله ان في البلاغه لسحر. ما معنى البلاغه؟ البلاغه انك كتبلغ، وهذا مقامنا، هذا هو منبعنا احنا،
منهم هاد السيد انا منهم ربي علمنا هاد العلم. فبغيتي تجردي يا بنتي من 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 من, من هذاك الشيء اللي وقع ونعلموك علم البلاغه يعني تبلغي خاصك تقنواي بالشوفه فيه عيري حضر راجلك في المومود عينك يشوفك يلقاك كانك عاشرتيه في الفراش بغيتو الرجال يتسطوا عليكم النساء يولي راجلك يقلب غير شي حداك تشوفي فيه كانك يلاه خرجتي من الفراش معاه شوفه بالعين راكم لابسين راكم جالسين تهزين مومود عينك يتحل مومود عينك دوك يتحل تولي كيشوف لك قلبك من عينك من داخل كيدخل تولي في العين كتحل ما كتبقاش باغا تهضري ما كتبقاش باغا تسولي ما كتبقاش باغا تعرفي كتولي باغا عاد تشوفي خليك حدايا غنشوف 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 شتي هنا والله واخا تحلفي عليه كتكذبي طيقك قولي لي راه كنكذب عليك يقول لك ما شغليش راه كذبي راه خلي الراجل ربي خلقو لهاد الشوفه هادي ربي دارها في الراجل هكا ملي كيشوف هذيك المراه مومو عينيها كيدير بق كيتحل قلبها كيدير بوف كيضرب واحد الجهد كيشوف واحد 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 العطفه جاي طالعه مع الروح كنحبك فلان وزنيتي عليا وحربقتي عليا ورونتي عليا وما شغليش وبيا غنشوفك غنشوفك وكتمجي بحالك كتمجي بحالك واحد الحاله كتشد اللعق بحال هذاك العيار كيلصق الحديد على الحديد هاك كيلصق شكون اللي كيحيد الاخر العيار كيزور الحديد ولا الحديد كيزور العيار عاقول لي فين ما مشى العيار تبعو الحديد كيتشم مقام الجذب ديك الساعه ملي يوصل للنشوه لان هذا هو نفسنا كتوصل للنشوه كتلوح حوايجها تلوح فلوسها تلوح حضرتها تلوح عرفها علاش كتلقاو واحد مسؤول كيسير قيامه غدا تشط حمرة العالم كله اتفرجوا الا شكون الا هذوك اللي عندهم هاد اللمطه هذه هاد العيار هذا عندهم مع سيدنا رسول الله البلاصه عامره او ترى اللي عنده خاويه مشى فيها ملي عنده عامره هنا وترى واخا تجي 100 مره ولكن انا عارف بان البلاصه هذه خاويه عند بزاف فهنا انا بغيت بنيتي الصنعه ديال الحرار بغيت الصنعه ديال الثقل ديال النواوي وراه عندنا حنا عالم اسلامي سميتو النعواوي ها بغيتي النواوي وهو غتجردي سير سيدي بغيتي تبيع الدار بيع الدار بغيتي اخويا تاخذ فلوس خذ فلوس بغيتي اخويا تزوج تزوج بغيتي اخويا شوف انا مالكيتي تسطيت على مر والله اعلم اخويا تسطيت والله اعلم غنبقى حد يتسطى على اهله غنبقى حد يتسطى على ناسو واخويا غنسطى ونموت شتي اليوم غدا غضرب انا هنا خصك ترد البال خصك تكون صافي ما تكونش طميمي على فلوس ما تكونش طميمي في النكاح ما تكونش طميمي في الماده وما تكونش من الفسوق من معنى الفسوق هو يقول لها وكذا وكذا وانا غندير قريعه واش نتفرج في واحد الفيلم ديال العري لا ولد عمي قداش لوت عينيا شي خص يكون الانسان في استقامه شد في استقامه حيت تجي في استقامه عليك حجاب الله تتلاح عليك حجاب الله ما توصلك حاجه واخا يجتمعوا الجن ديال الدنيا والانس ديال الدنيا وديال الاخره كاع اللي ماتوا اللي غيجيو والله لا قرب لك حد شي تما تحط في هاد البلاصه هادي وتصفي يا بنت عمي القرار في قلبك وتفرجي شنو غيوقع إذا سمحتم مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ورجعنا لكم مستمعينا لقائنا بكم مازال مستمر دائما من خلال البرنامج بكل وضوح بروفيسور غادي نمشيو للقراءات بعد الاس ام اس اول اس ام اس دائما على الرقم 5080 حسنا من الدار البيضاء كتقول عندي 34 سنه الله يخليك بغيت نسول على السندروم اللي قال عليه البروفيسور الدريبي الله يجازيكم بالخير حيت حسيت بلا ميم سيمبتوم بحال عدم القدره على الريسبونسابيليتي والتصابي وفعلا الاب ديالي الحضور ديالو كان ما باينش في الطفوله. اولا كنحيي في هاد السيده هاد الصحوه وهاد اليقظه باش الانسان كيصلح اموره. هي الله يجزيكم بخير التفادي والحرص في انه الانسان يشخص بنفسه. حنا دورنا في هاد البرامج هو ايصال المعلومه لا فولغاريزاسيون سيونتيفيك ايصال المعلومه ابدا 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 ما كاينش تشخيص من دوي الاختصاص والتاني انك تمشي عند الاختصاصي
وتأنى تصبر معاه حصة وحدة وجوج سو سون لي بسيكياتر لي بسيكولوج لي نورو بسيكياتر داوي الاختصاص اللي كيشخصوا. حنا دورنا انه تنوصلوا واحد المعلومة كنجمعوا هذه المعلومة من مصادر علمية من لي بوبليكاسيون من برامج من كتب من هذا كنوصلوها بشكل بسيط. الهدف هو كيف هاد السيدة وصلت لها المعلومة واحترست انه يكون احتراس الانسان يحترس ويمشي يسول مزيان. اما يشخص الانسان نفسه ويبني على معلومة حقيقة ويرضى حقيقة في نفسه هذا اللي الله يجزيكم بخير ما ديروش. نواصل دائما الاس ام اس اللي كنتوصلوا بها على رقم 5080. بروفيسور فتيحه كتسولك من وجده الله يخليك ما فهمتش البروفيسور ملي قال خاصنا يعني خاص نكون ساذجه واش خاص نكون ساذجه باش يحبني زوجي واش هذا هو المقصود من البروفيسور عفاك زيد لا, لا, لا ما هو التصابي شنو هو التصابي؟ التصابي النبي صلى الله عليه وسلم كان كيدخل البيت وعند امنا عائشه وكان كيطلب منها تدوي معاه ترفع عليه. فالسذاجة راه هي البلادة وانا راه ما يمكنش انا ننصح شي واحد باش يكون بليد ولكن انها تصنع تصابي كيبان ليها راجلها ضغوط داخل شي حاجة خلعه الشركة كتصرح الناس ما غيبقاوش خدام عوض ما نبقاو ناري واش قلبتي على شي خدمة ناري واش كاين شي واحد يعاونك ولا السيد راه عارف شغلو راه كيقلب اجي نقولو شي حاجة خليه يشد فيها تشد في راسها قدام وتقولي واحد صاحبتي قالت لي وشدات فيا العفريتة وكذا كيبقى مسك هذاك الراجل كيبقى يشوف كتطلع ديك الضحكة وكيضحك. شتي هاد سيدنا عمر عطانا هاد النصيحة ليس منا من لا يتصابى. فالتصابي c'est avec tahwira c'est une manière de jouer un peu l'idiot de jouer hein quel labo le pitre on fait le pitre quel labo c'est vrai dire tbouhila ou tu عارف السيده بعقلها والمراه عارفه راجلها بعقله ولكن في هذيك الصيغه ديال التبوهيله تبوهيله وتهويره بوحده ماشي السذاجه السذاجه لا السذاجه حنا السذاجه كتعني البلاده ما يمكنش انايا عدو البلاده غادي نصح فيها الواحد ابدا. اس ام اس اخر من عند امل من تمارا الله يخليك بغيت نسول البروفيسور وسلم عليه بزاف. امل من تمارا عندها 33 سنه ثلاثه ديال الوليدات الكبير عنده 10 سنين مازال يعني كيتبول والبنيته عندها 5 سنين ما كديرهاش وعندي بيبي عنده 4 شهور دابا راه تيسمع معايا البرنامج ديالكم وشكرا لكم بزاف. الله يجزيكم بخير. تبول الاطفال ما هوش امر سهل يعني ما نشمتوش في الدراري ما نضربوش الدراري ما نبقاوش نحكروا على هذا الامر. كاين اجهزه الناس المسنين كيعرفوا ليها كيستعملوها اللي ما عندوش ذاك القدره على حصر التبول كتلقى راجل كيلبسوا واحد الساكون بلاستيك وتعندو الحزام ديالو عنده واحد الفابل باش ما يخرجش السائل. كتشوفوا ولدكم عنده 7 سنين 8 سنين وباقي مسكين ظروف معينه ظروف معينه اضطرابات في الشخصيه في تركيب الشخصيه مخاوف كذا وكذا غير احترام ونوقروا هذاك الموضوع ونبقاو نعطيو نفس الصوره الجميله لهذاك الطفل خصو يتشاف بشوفه ماشي نحيد عليا حاجه كما البوال نوض سير حالك انت يا غير كتبول لا خصك تدير هكا يعني حتى لا غضبتو ما تعايروش بهذه الحاجه غضبتو وخا عليك الكسول وخا عليك العفريت ما تجيوش تسبوا الوليد ولا البنيه بهذاك لان تما راه سيت اون فاي. فهو ملي يفيق الصباح شريو ليهم هذوك الكيس راهم كيتباعوا باش ملي يفيق الصباح ما يلقاش بعدا فراشو مقيوس ما يلقاش حوايج مقيوسين كيلقى راسو عمر الكيس والكيس حمام كيبقى هو كيدبر الامر شويه بشويه حتى على دابا الانسان تيعاني مشي مشي شي اشياء اخرى راه كاين مسكين الناس كيفيه فوبي الا شاف حاشاك كلب ولا فار ولا سرق الزيت راه كاين اللي كيدير حاجه في حويجه. اذا دابا هذاك اللي مريض من هذيك الفوبيا ملي كيشوف شنو نديرو حتى هو فتأني ولقاو لي حل وصافي كنقولوا للوليد عفا ولدي انت ذكي كتعرف تدبر شغلك حط الامر هذا ديالك بشويه عليك ولي بشويه حتى واحد النهار الدري كيفيق تقول لك انا ماما وخليه يسافر. كاين دابا شي عائلات بحكم ما يسافر عند عائلته
ما يمشي للمخيم، ما يخليوه يباتها عند الجدة والجد. علاش؟ لان عنده مالك هذاك الكيس. كنسترو نخبروا الجدة والجد راه عنده واحد الكيس في الصباح يمشي للحمام ينظفوا ويديروا في محفظته، صافي الامر بسيط. اس ام اس من عند حليمه من مراكش كتقول لك الله يخليك بروفيسور، بغيتك تنصحني وشكرا لكم بزاف على البرنامج. عندي مشاكل مع الدار الراجلي ما متفاهمينش وما بقيتش قادر انني نعيش معهم لدرجه مرضت نفسانيا، وانا دابا متبعه عند طبيب نفساني وراجلي انا وياه متفاهمين، ولكن المشكل يعني عند العائله ديالو. هذا الامر فيه واحد تغيير في المجتمع. عندنا عدة تيارات وأنماط فكرية اللي دخلت المجتمع المغربي وفي المجتمع العربي في المجتمع الأمازيغي في المجتمع الإسلامي. دخلت أنماط لا فامي كومبوزي كبيرة في بعض الأماكن ما بقاتش، وفي بعض الأماكن بقى شادة. نصيحتي لك الشريفة غتشوف مقدار، كندير واحد الاناليز ايكونوميك بحال الكونتابيليتي، نشوف المقدار ديال السقوة اللي كيتسقى الراجل من عائلته والمدد اللي كياخذ من الناحية العاطفية ومن الناحية النفسية من عائلته، وكيفاش هو كتعمرو هاد العائلة، ونشوف مقدار الأذى اللي كنت أذي أنا ومقدار الانزعاج اللي كنزعج أنا. إلى لقات الزوجة بأن المدد اللي كياخذ هذا السيد من موباه وعائلته مدد ضئيل جدا قليل، والاضطراب اللي كيوصلها هي كبير، وهنا ما خصهاش تبني من ذاتها هي، لان دائما الشخص يعظم مصيبته. دائما الشخص في المصاب، في المصاب ديالو هو دائما عظيم المصيبه، دائما هو المصاب ديالو عظيم. فخص واحد الشخص او اشخاص محايدين باش نشوفوا المدد اللي كيتوصل به من العائله والضرر اللي كتوصل به هي من العائله. لقات المدد كبير. كاين عندنا راه قلت لكم بياجي كيقول على الذكاء سي اون مانيير دو سادابتي اي دو ساكومودي دين سيتوياسيون. شنو هو الذكاء عند بياجي؟ هو واحد الاسلوب كتكيف به وكتاقلم به مع واحد البيئه وكتلقى الجواب، كتلقى الجواب. اذا ملي الله تيقول لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للمرض ان من انزل الداء انزل الدواء، انا غناخذ نفس المساله ونقول لكم إن من أنزل المشكلة أنزل حلها. أش نديره؟ نهربوا ولا مش نقلبوا على الحل؟ إذن تنشكر كل المستمعات والمستمع الأوفياء لحسن المتابعة والاستماع البرنامج بكل وضوح. لكم تحية سعيد عقال في الإخراج والبرمجة الموسيقية، ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم.